شابتر 4 الثيرموكيمستري. يعني ايه ثيرموكيمستري؟ يعني ايه ثيرموكيمستري يا شباب؟ كيمياء حرارية. يعني ايه كيمياء حرارية؟ يعني عايز اعرف ال 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 في رياكشنز بتطلع لي انرجي، بتطلع لي هيت، الهيت دي مقدارها قد ايه؟ احسبها عن طريق الثيرموكيمستري. في تفاعلات تانية بتحتاج هيت، طب اي هيت؟ محتاج اي كمية ولا كمية معينة؟ لا كمية معينة، يبقى لازم اعرفها، والا ممكن تدي له اقل من الكمية اللي محتاجها ما يتمش، وممكن تدي له اعلى من الكمية اللي محتاجها يبقى انت استهلكت طاقة اكبر. فانا عايز احسب الهيت اللي طالعة او اللي داخلة للكيميكال رياكشنز. خلاص، زي مثلا ما انت جريت، مثلا انت في الكلية جريت من هنا لحد بوابة الكلية، خلاص لو حسبت فرق الطاقة لقيته بالبوزيتيف يبقى انت احتجت طاقة، لقيته بالنيجاتيف يبقى انت فقدت طاقة. فهي التفاعلات كده بتفقد طاقة او بتكتسب طاقة، عشان ايه؟ بتتم بتكتسب طاقة، وفي تفاعلات بتتم لوحدها وبتطلع انرجي. يبقى هدف الرياكشن ده ايه؟ هدف الرياكشن ده ان انا احسب حاجة اسمها ايه؟ الهيت. الهيت نكتب كده مع بعض اوف رياكشن. ايه هي الهيت اوف رياكشن؟ اللي هي اسمها الدلتا اتش. احنا الدلتا اتش دي اخدناها فين يا شباب قبل كده؟ قلنا هي عباره عن ايه؟ اللي تشينج الانثالبي، التغير في المحتوى الحراري في شابتر 2. تمام، برافو عليك. هي اسمها ايه برضو؟ اسمها الهيت اوف رياكشن. شوف الدلتا اتش ليها كام اسم، هناخدها برضو باسم تاني في شابتر 5. يبقى كلهم على بعض اسمهم ايه؟ الهيت اوف رياكشن، ده الاسم العام بتاعها. اسمها سالبي برضو، اللي هي كلها على بعض التغير في المحتوى الحراري. ما عشان احسب الهيت اوف رياكشن يبقى لازم يحصل تغير في المحتوى الحراري. يعني ايه بقى هيت اوف رياكشن؟ هي اماونت، نكتب كده amount of heat evolved or absorbed من ايه؟ chemical reaction of one mole. يعني لازم يكون ده، عشان ديفينيشن بيبقى لازم الكميه اللي عندي اللي بتتفاعل لازم تبقى ايه؟ لازم تبقى 1 مول. خلاص، يبقى amount of heat evolved or absorbed. يعني انا في تفاعلات يا اما بتيفولف هيت، ايفولف يعني ايه؟ بتطلع طاقه، ابزورب يعني ايه؟ بتكتسب طاقه. خلاص، عشان تتم، ولازم يكون الكيميكال رياكشن اللي عندي لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى 1 مول. طيب يا دكتور، هو اي كيميكال رياكشن بيتكتب ازاي؟ اي كيميكال رياكشن بيتكتب ازاي يا شباب؟ رياكتانتس اتفعلت مع بعض ادتني ايه؟ برودكتس، يعني متفاعلات فعلتهم مع بعض كون لي حاجات جديده خالص، دي بنسميها ايه؟ برودكتس. انا عشان اجيب الدلتا اتش للرياكشن ده، ايا كان بقى، ايا كان الرياكتنس او ايا كان البرودكتس، الدلتا اتش بتساوي ايه؟ ده قانون عام. الدلتا اتش بتساوي ايه؟ الاتش بتاعت البرودكت ماينس الاتش بتاعت مين؟ الرياكتنت. عشان تحسب الدلتا بتجيب الاتش برودكت ماينس الاتش رياكت، وتقدر تحسب التغير في المحتوى الحراري او الهيت اوف رياكشن اللي ايه بتاعت الرياكشن ده. طيب انت دلوقتي لما تيجي تحسب الاتش برودكت ماينس الاتش رياكتنت هيطلع لك رقم. الرقم ده قدامه احتمالين، يا يطلع بالبوزيتيف يا اما يطلع بالنيجاتيف، صح ولا غلط؟ يبقى قسمت التفاعلات اللي عندي لنوعين، ايه هما؟ تفاعل اكزوثيرميك، اكزو ثيرميك رياكشن. يعني ايه اكزوثيرميك؟ تفاعلات ايه؟ طارده للحراره، بتطلع حراره. ايوه. طب يا اما ايه؟ تفاعلات اندو ثيرميك رياكشن. يعني ايه اندو؟ يعني تفاعل ايه؟ مص الحراره. يبقى هم دول ايه النوعين اللي عندي من التفاعلات. طب الاكزوثيرميك رياكشن ده بيبقى ايه؟ رياكشنز ايه؟ بيبقى ايه؟ ابزورب ولا ايفولف؟ ما هو طارد، يعني ايه؟ ايفولف سيت بيطلع ايه؟ بيطلع هيت. انا عايز اعمل مقارنه بقى اشوف الفرق بين الاكزو وبين الاندو. طب الاندو بيبقى ايه؟ ابزورب سي. خلاص؟ طيب هنا الدلتا اتش بتبقى بالايه؟ في الاكزو الدلتا اتش بتبقى بالايه؟ يعني ايه تفاعل بيطلع حراره؟ يعني بيبقى بالنيجاتيف. ايه ده يا دكتور، هو في حاجه اسمها هيت بالنيجاتيف؟ لا، هو مفيش حاجه اسمها هيت بالنيجاتيف، بس دي فيزيكال مينينج، معناها ايه؟ ان هو طلع ولا اخد؟
يعني لو ادلت اتش رياكشن نيجاتيف 1000 ده معناه ايه؟ معناه ان الرياكشن تم واداني 1000، اداني انرجي او هيت بمقدار 1000، صح ولا غلط؟ يعني ايه نيجاتيف 500؟ يعني الرياكشن تم واداني 500، خلاص؟ يعني طلع 500، دي معنى نيجاتيف. طب هنا الدلتا اتش بتبقى بالايه؟ بالبوستيف. يعني ايه بوستيف؟ اقول لك التفاعل ده الدلتا اتش بتاعته بوستيف 3000، يعني مش هيتم الا لما يكتسب 3000. اما تديله هيت بمقدار ال 3000 دي ساعتها الرياكشن يتم. ده معنى الدلتا اتش بالبوستيف. طب عشان يطلع الدلتا اتش بالنيجاتيف هنا ده معناه ايه؟ ان مين اكبر من مين؟ النواتج اكبر، تاخد المتفاعلات اكبر. الاتش بتاعت الرياكتنتس ما هو هي ايه؟ من المعادله الرياضيه. انا عشان تطلع لي رقم هنا بالنيجاتيف يبقى اكيد اكيد ايه؟ كاني بقول 5 - 10، كاني بقول مثلا رقم صغير ماينس رقم كبير. يبقى في الاول وفي الاخر ايه؟ الاتش رياكتنت اكبر من ايه؟ من الاتش برودكت. طب وانا عشان تطلع الدلتا اتش بالبوستيف لازم تبقى ايه؟ الاتش بالبوستيف اكبر. ايوه اكبر من ايه؟ من الاتش بتاعت الرياكتنت. انا بعمل مقارنه. طيب التفاعل الاكزوثيرميك دايما بيتكتب ازاي والاندوثيرميك دايما بيتكتب ازاي؟ بقول ايه بلس بي ادى سي، اي ايه واي بي ادى ايه؟ حاجتين مختلفتين وليكن سي ودي. الهيت مكانها بيبقى فين؟ قبل السهم ولا بعد السهم؟ بعد السهم. بعد السهم يبقى بيتكتب ايه؟ بيتكتب هيت. يبقى ده معناه ايه؟ ان التفاعل طلع ايه؟ طلع الهيت بمقدار معين. طيب يعني ايه تفاعل اندوثيرميك رياكشن؟ بيتكتب ازاي؟ هيبقى A زائد B. أيوة. ايوه ما يقدرش يتم من غير الهيت، خلاص. ويدينا ايه الناحيه الثانيه؟ C و D. تمام. خلاص يبقى ده شكل المعادله بتاعه الاكزوثيرميك وشكل المعادله بتاعه الايه؟ الاندوثيرميك. اتفقنا؟ يلا عايز اسمع منكم بقى ايه الفرق بين الاكس والاندو. يلا عايز حد يرد، اختار حد عشوائي ولا ايه؟ ايه ده بتتكلم على الاكس؟ اقول كده في الاول تفاعل ايفولف سيت بيطلع حراره، الدلتا اتش بتاعته بالنيجاتيف، الاتش برودكت الاتش رياكتنت اكبر من اتش برودكت. التفاعل بيتكتب ازاي؟ اي بلس بي بيدي سي بلس دي بلس هيت، الهيت بعد السهم، خلاص. عكس الكلام ده بيحصل فين؟ في الاندوثيرميك رياكشنز. اتفقنا؟ يلا نكتب عشان الكلام ده مهم. هرجع لك هو عشان اللي فاته حاجه، ده اللي احنا قلناه من الاول. طيب هنشوف هنا مع بعض. الرياكشنز احنا يعني كم واحد فينا بيعرف يكتب رياكشن؟ على حسب النوع، صح ولا غلط؟ على حسب نوع، على حسب ما انا اقدر اتوقع ايه اللي هيطلع او ايه الناتج اللي هيطلع معايا. يعني كل تفاعل بيميزه شكل معين وطريقه معينه في الكتابه. احنا مش هناخد كل التفاعلات طبعا، يعني الهيت اوف رياكشن ده كلمة عامة بتمشي على أي تفاعل في الدنيا، بس احنا طبعا مش هنقدر نغطي كل التفاعلات اللي بتحصل. أنا عليا بس نوعين، إيه هما؟ حاجة اسمها نكتب كده الرياكشنز اللي أنا هحسب لها الدلتا اتش، نوعين. حاجة اسمها إيه؟ فورميشن. يعني إيه فورميشن؟ يعني تكوين. وحاجة اسمها إيه؟ كومبشن، يعني احتراق. تفاعلات الاحتراق وتفاعلات الايه؟ الفورميشن. دول النوعين اللي احنا هنلتزم بيهم علشان اقدر احسب الدلتا اتش. طيب اول حاجه هنتكلم عليها هي ايه؟ الفورميشن.
formation reaction. يعني ايه formation reaction؟ يعني الهيت اللي طلع دي هسميها ايه؟ الهيت of formation. ما هو انت دلوقتي اسم التفاعل انا بكتب heat of reaction. الرياكشن ده لما يكون اسمه formation يبقى الهيت of ايه؟ هتشيل كلمة reaction وتحط ايه؟ ها؟ formation. formation. بالظبط. ما هي هنا كلمة reaction كلمة عامة. انا شلتها وحطيت اسم التفاعل. الكومبشن لما نيجي ناخده هنشيل كلمة reaction ونحط ايه؟ heat of combustion. ما لازم كده؟ طيب يبقى هنا الدلتا اتش اسمها ايه؟ دلتا اتش اكتب اف علشان ايه؟ اميزها ان هي دلتا اتش فورميشن. طيب قبل ما نشوف تعريف الدلتا اتش فورميشن لازم الاول اشوف شكل المعادله بيتكتب ازاي علشان اقدر اعرف صح ولا غلط. يعني ايه فورميشن اصلا؟ يعني لو سالتك قلت لك السي او 2 بيتكون من ايه؟ شوف انا بكتب المعادله بالعكس بس عشان افهمكم حاجه معينه. بيتكون من ايه؟ هتقول لي ايه؟ سي بلس ايه؟ ها؟ اكسجين. او 2 صح ولا غلط؟ السي بلس او 2 ادى سي او 2. يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها دلتا اتش فورميشن. طب حد اخد باله من المعادله دي في حاجه؟ ان انت ايه؟ الاستراكشر او الهيكل العام للمعادله بيبقى شكله عامل ازاي في الفورميشن دايما؟ ان المركب بيتكون من عناصره الاوليه. صح؟ المركب بيتكون منين؟ من العناصر بتاع. عشان كده اسمها فورميشن. عشان كده انا سالتك قلت لك اول حاجه ايه؟ السي او 2 بيتكون منين؟ بيتكون من ايه؟ ده اسمه فورميشن. خلاص. يعني لما الاقي بالطريقه دي عايز اكتب بقى الاستراكشر العام. اقول ايه؟ اليمنت بلس اليمنت بيدي كومباوند. باختصار كده دي القاعده العامه للفورميشن. مهمه جدا. element plus element يدي compound. دي formation reaction على طول. ونكتب كده قدامها ان الدلتا اتش بتاعتها اسمها دلتا اتش اف formation. طب ندي example تاني. ال H2O. شوف انا بكتب دايما المعادلة هنا بالعكس عشان ايه؟ طبعا انت لما تشوفها كذا مرة ايديك هتظبط عليها. ال H2O بيكون منين؟ من العناصر بتاعته. اللي هي ايه؟ الهيدروجين H2O ونص O2. ايوة برافو عليك. H2 plus ايه؟ نص O2. اتفقنا؟ طيب في حاجة مهمة احنا نسينا. ايه هي؟ الكربون ده ايه؟ الستيت بتاعته ايه؟ الستيت بتاعت الكربون ايه يا شباب؟ سوليد. الستيت بتاعت الاكسجين ايه؟ جاز. السي او 2 جاز. طب هنا الاتش 2 بديهي جاز والاو 2 جاز. الاتش او ليكويد صح؟ العادي بيكون اتش او ليكويد. دي اسمها دلتا اتش ايه؟ دلتا اتش فورميشن. حلو. طب ايه يا دكتور اللي بين قوسين ده مهم؟ اه طبعا لازم تكون الاليمنتس ان زير ستاندرد ستيت. شد لي خط كده. لازم تكون في الستاندرد ستيت بتاعتها. يعني ايه في الستاندرد ستيت؟ يعني هي موجوده في صوره ايه؟ تحت ال1 اتموسفير. معروفه ان الاو2 موجود جاز، الاتش2 موجود جاز. خلاص؟ يبقى لازم ايه؟ ان زير ايه؟ اطلع بسهم كده. لازم يكونوا ستاندرد ستيت. لازم يكونوا في الحالة القياسية بتاعتهم. يعني انت شايفهم ايه؟ تحت الوان اتموسفير. يبقى تاني الفورميشن رياكشن بيكتب ازاي؟ الجنرال استراكشر بتاعه element plus element بيدي كومباوند. بس كده؟ لازم يكون الاليمنت فين؟ في الستاندر ستيت بتاعتهم عشان اقدر اقول دي ايه؟ فورميشن رياكشن. يبقى مين كده هيقول لي تعريف الفورميشن؟ هي ايه؟ هي ايه الفورميشن؟ احنا قلنا كلمه هي. ما هو يعني ايه هيت اوف فورميشن؟ لما نيجي نعرفها الهيت اوف فورميشن ان احنا هنكتب كل الكلام اللي فهمناه ده. هي الاماونت اوف هيت اوف هيت absorbed or evolved when one mole of a compound
it formed from its constituent elements in a in the standard state. ده اللي احنا قلناه. يبقى هي الاماونت اوف هيت ايفولفد اور ابزوربت ليه؟ عشان الدلتا اتش اللي هتطلع هنا الدلتا اتش فورميشن الرقم ده يا اما يطلع بالبوزيتيف يا اما يطلع بالنيجاتيف على حسب الرياكشن. خلاص؟ وين ايه؟ 1 مول اوف كومباوند از فورمد. يعني لازم يكون ايه؟ بص كده الاكزامبل اللي انا اديتها اللي فورم ده بيبقى ايه؟ بعد س وكميته ايه؟ 1 مول. دي اسمها دلتا اتش. عشان نحافظ على تعريف الدلتا اتش اللي قلناه في الاول خالص نرجع كده تاني قلنا ايه؟ هي الاماونت اوف هيت ايه؟ ايفولفد او ابزوربد من رياكشن اوف ايه؟ اوف 1 مول. اي رياكشن لازم تكون الكميه اللي عندي اللي بتتفاعل او اللي طالعه من التفاعل اللي هو فورميشن لازم تبقى 1 مول. خلاص؟ يبقى هنا اقول ايه؟ وين 1 مول؟ لازم في اي ديفينيشن دي مهمه جدا. عشان لما اجي اقول لك احسب الدلتا اتش فورميشن لازم تجيبها لي لل 1 مول. يعني هنشوف مسائل دلوقتي، انا جايب لك الايكويشن في 2 لازم تقسمها على 1. سوري لازم تقسمها على 2 عشان تجيبها لل 1 مول. يبقى هنا when 1 مول of a compound is formed from its constituent elements in the standard state. لازم يكونوا الاليمنتس دول فين؟ في الستاندرد ستيت بتاعته. خلاص؟ طب اسالكم سؤال، الاليمنت ليه فورميشن؟ الاليمنتس العناصر ليها فورميشن؟ لا يا دكتور. ليه؟ يعني لو حطيتها في صوره معادله الاليمنت انا بسالك ليها فورميشن يبقى تحطها بعد السهم زي ما انت يعني الكومباوند ليه فورميشن. ليه؟ لانك لما تحط الكومباوند بعد السهم زي الـ CO2 او الميه بتسال نفسك هم تكونوا من ايه؟ فتقدر تقول لي C plus O2 يبقى الكومباوندز ليها ايه؟ كل الكومباوندز ليها ايه؟ فورميشن. طب الاليمنتس ليه فورميشن؟ اسال اعمله ايه؟ كده بعد السهم اسال نفسي الاليمنت دي جايه من حاجه؟ يعني هل في حاجات اتفعلت كونت الاليمنت دي ولا هي موجوده في الطبيعه كده؟ يعني الاكسجين موجود في الطبيعه كده في تفاعلات بتحصل حوالينا واحنا مش واخدين بالنا؟ ولا هو موجود في النيتشر كده تحت الوان اتموسفير O2؟ موجود في النيتشر. يبقى اليمنت جاي من اليمنت. يبقى لما تيجي تحسب له الدلتا اتش، الدلتا اتش فورميشن لاي اليمنت بتساوي ايه؟ ايوه بتساوي زيرو. مهمه جدا دي. يبقى لما اجي اشوف هنا اشوف الاليمنتس يبقى الاليمنتس ملهاش فورميشن، الكومباوندز هي اللي ليها فورميشن. ده بالنسبه للفورميشن. طبعا الكلام ده اكستنشن لحاجات انتوا خدتوها في ثانوي، يعني مفيش حد في الدنيا دخل الجامعه وهو ما عملش دلتا اتش قبل كده للرياكشنات، يعني اكيد انتوا الكلام ده اخدتوه ثيرموكيمستري، بس الكلام ده مقدمه لشابتر الثيرموداينامكس اللي هناخده بعد الميد ترم ان شاء الله، هو ده الاهم فالمهم. خلاص؟ يعني الثيرموكيمستري كشابتر ثيرموكيمستري ما فيهاش حاجه، يعني انت مجرد الدلتا اتش وريت اوف رياكشن وانواع الرياكشنات والفورميشن والكومبشن، بس دي انترودكشن لايه؟ للثيرموداينامكس اللي هي ايه؟ شابتر تقيل شويه، يعني ده اكبر شابتر، تاني اكبر شابتر بعد الجازس. بقيه الشباتر يعني مش وزن الثيرموداينامكس، الثيرموداينامكس تقيله جدا. فدي كانت انترودكشن ليها يعني. طيب النوع ها مش في عناصر دكتور بتتحضر صناعي اصلا؟ انا بتكلم الاليمنتس اللي في الستاندرد ستيت، يعني انا بتكلم اليمنتس زي الاكسجين اللي بتتحضر صناعي دي مش في الستاندرد ستيت. لانك انا يعني ايه مش في الستاندرد ستيت؟ يعني انت حطيتها تحت كونديشن معينه عشان تجبرها انها تتكون، صح ولا غلط؟ انا بتكلم على حاجه انزل الستاندرد ستيت، دي كلمه مهمه جدا، هي دي اللي ممكن يعني تفهمك حاجات كتير. انا بحكم على ايه؟ ان الرياكشن عندي لازم يكون الاليمنتس اللي عندي في الستاندرد ستيت. طب دكتور انا لو عندي عنصر انا بستخدمه مثلا ان هو في حالته الطبيعيه مثلا سائل وانا عايز استخدمه كغاز، لا يبقى ما ينفعش فورميشن. يعني لو في مثلا انا هقول لك مثال، انا هقول لك مثال، يعني الكلورين جاز لو استخدمتي ليكويد واليمنتس كليكويد ما يبقى مش فورميشن، يبقى اسمها بالظبط رياكشن.
يبقى انت بتحسبي دلتا اتش للرياكشن ده خلاص، يبقى بس ما اسموش فورميشن رياكشن، اسمه رياكشن خلاص، يبقى اسمه كيميكال رياكشن وانا بحسب له الدلتا اتش بتاعته عادي خالص. وبنفس الطريقه اللي نحسب بيها الدلتا اتش، لا هي طريقه ثابته، اتش برودكت ناقص رياكتنت ما فيهاش حاجه، بس لما تيجي نصنف التفاعل مش هنصنفه فورميشن طالما الاليمنتس مش في الستاندرد ستيت. يعني لما اقول لك اوكسجين ليكويد محتاج اكسجين ليكويد في تفاعل مثلا، فحطيته تحت ظروف معينه وحولته لسائل، لما اجي استخدمه يبقى كده اسمها فورميشن؟ لا ما اسمهاش فورميشن خالص، يبقى اسمه رياكشن خلاص، يبقى ما خرج بره بند الفورميشن. شكرا. طيب هنشوف التفاعل الثاني اللي هو ايه؟ الكومبشن. احنا خلاص قلنا ايه ده رقم واحد، لان هم احنا قلنا اتنين، الكومبشن الاحتراق. يعني احتراق ايه مفهومكم طبعا الاحتراق؟ تفكك الماده في وجود اكسجين. برافو عليك، تفكك وتدمير الماده في وجود الاكسجين. طب حد يديني اكزامبل كده، انتوا عارفين زمان كانوا بيمشوا القطر ازاي؟ ما شفتوش يعني هي بالفحم بالظبط، كانوا بيحرقوا الفحم يولد طاقه، فتروح الطاقه دي مشغله ايه؟ مشغله القطر وايه؟ ويقدر يمشي، يعني طاقه، يعني الفحم ده طاقه في الاخر ناتجه من الاحتراق. يعني الاحتراق ده دايما بيطلع طاقه، دايما بيطلع طاقه. قصدي ايه بالكلام ده؟ ان تفاعلات الكومبشن بتبقى ايفولفد ولا ابزوربد؟ بتبقى اكزوثيرميك ولا اندوثيرميك؟ اكزوثيرم. ايوه نكتب بقى الكومبشن رياكشن. اول حاجه الهيت اللي هنحسبها دي اسمها هيت اوف ايه؟ هيت اوف ايه؟ ايوه عشان التفاعل اسمه ايه؟ كومبشن. تمام، واسمها دلتا اتش. يعني احنا مش كل حاجه هنحط لها يعني ايه، مش هناخد دلتا اتش سي، لا ما يعني مش هنعمل كده، هي الفورميشن بس عشان مميزه شويه وليها كونديشن معينه، فبنقول دلتا اتش اف عشان الاليمنت في الستاندرد ستيت، وهي اساس الشابتر ده اصلا للفورميشن، فسميناها دلتا اتش اف عشان نميزها خلاص. انما اي حاجه تانية لاي تفاعل تاني غير الفورميشن بنكتبه دلتا اتش عادي. طيب يبقى دي اسمها ايه؟ دلتا اتش عاديه خالص، الهيت اوف كومبشن. طيب التفاعل ده ايه؟ اكزو ولا اندو؟ اكزو سيرميك رياكشن. افتكر كده زي ما قلت الاكزامبل اللي هو ايه، لما بتيجي اكزامبل تاني، لما تيجي لما تلاقي ناس في الصحراء مثلا الجو برد عليهم، بيجيبوا كام خشب يولعوا فيهم، صح ولا غلط؟ بهدف ايه؟ ان لما الخشب بيتحرق بيطلع طاقه يقدروا ان هم يدفوا. يبقى اي تفاعل فيه احتراق بوجود الاكسجين يبقى لازم احصل على طاقه. كلمه احصل على طاقه خلت لي دايما الكومبشن رياكشن اكزوثيرميك رياكشن خلاص، يعني ايفولفز بيطلع هيت. وده خلالي ان دايما الدلتا اتش بتاعه الرياكشنز اللي من نوع الكومبشن بالذات بتبقى دايما ايه؟ نيجاتيف. يعني ده عكس الفورميشن. الفورميشن على حسب، على حسب، يا اما كده يا اما كده. يعني قلت ايه في الديفينيشن؟ يا ايفولفد يا ابزوربد. انما هنا في الكومبشن لما نيجي نعرف الهيت اوف كومبشن لازم نكتب ايه؟ اماونت اوف هيت ايفولفد ولا ابزوربد؟ ايفولفد. ايوه ده اجباري لازم ايفولفد بس خلاص. طيب شكل الايكويشن اللي بتبقى من الكومبشن دي بيبقى شكلها عامل ازاي؟ اولا الماده اللي بتتحرق دي اللي بتطلع طاقه، يعني اللي احنا بنتكلم عليها الاكزوثيرميك والدلتا اتش، بيبقى فيها ايه؟ كربون وهيدروجين، ماده اورجانيك. كل المركبات الاورجانيك من اللي بيبقى فيها ايه؟ كربون وهيدروجين. ممكن يكون في حاجه تانية بس الاساس كربون وهيدروجين. لما تيجي تفعل الكربون والهيدروجين اللي في الماده مع الاو 2 اللي موجود في الهواء بيحصل ايه؟ ايه الناتج اللي بيطلع معايا؟ CO2 ميه. ايوه بالظبط، سي اهي. بص اول حاجه سي مع الاو 2 بيطلع CO2 بلس، الاتش مع الاو 2 بتدي ايه؟ H2O. ده اكزامبل، يعني دي مش معادله بالانس، لا دي مش معادله بالانسد، لا دي مجرد بس اكزامبل عشان اوريك ايه؟ اوريك ان اي ماده فيها كربون وهيدروجين بتتفاعل مع الاكسجين بتطلع CO2 ووتر. CO2 ايه؟ ووتر. طب ندي اكزامبل بالارقام. يعني ايه بالارقام؟ يعني الماده الاورجانيك دي ما بتبقاش كده سي كوما اتش، بتبقى عامله ازاي؟ مثلا سي 2 اتش 4 خلاص. لما اقول لك احرقه لي او اعمل لي الكومبشن رياكشن يبقى تقول لي ايه؟ بلس او 2 بيطلع الناحيه الثانيه ايه؟ هتكتب سي او 2 بلس اتش 2. لحد كده انت لو وقفت انت كده غلطت غلط كبير، ان انت ما عملتش بالانس للايكويشن.
يعني ايه يا دكتور بالانس الايكويشن؟ يعني النمبر اوف اتومز قبل السا لازم تساوي النمبر اوف اتومز بعد السا. خلاص. طيب هنا ابروز ده ليه ابروزه؟ لان لازم الكميه اللي بتتحرق تبقى 1 مول. لازم انت بتحسب الدلتا اتش يبقى لازم الكومباوند يبقى 1 مول عشان ايه؟ انت بتحسب الهيت اوف ايه اوف رياكشن اللي هي الكومباشن، يبقى لازم تبقى ايه؟ لازم تبقى 1 مول. ما تغيرش الرقم ده، لو انت غيرت حطيت 2 او حطيت 3 ما اسمهاش هيت اوف كومباشن، اسمها الهيت ايفولفد وخلاص، اسمها هيت ايفولفد. انما دايما الهيت اوف كومباشن هي الهيت اللي طالعه من 1 مول للكومباوند الستاندرد بتاعه ال1 مول. فهمنا؟ فهمنا الحته دي كويس؟ يبقى عشان احافظ على ان انا اجيب الهيت اوف كومباشن يبقى لازم احافظ على المركب يكون 1 مول. طيب هنا السي 2، لو حط هنا يبقى عندي 2 كربون، يبقى ابدا two. دايما يبقى احط هنا 2. ايوه بلس 2 احط 2 عندي H2O. هنا H2O عندي الاو 3 عندي الاو 3. ايوه برافو. بعد ما حطيت هنا 2 هنا 2 الاكسجين اتغير. اشوف هنا، هنا 2 في 2 ب 4 عشان اجيب الاكسجين هنا 4، وهنا الاو واحده بس مضروبه في 2، يبقى كل الاكسجين هنا وهنا 6، يبقى احط هنا 3. فهمناها كويس؟ مش عايز حد يكون لانك لو ما بتعرفش توزن المعادله هتحسب الهيت غلط، الهيت اوف رياكشن مهمه جدا. مش ان انا اوزن اي وزن، لا ده انا شرط ان انا لازم يكون الكومباوند يكون 1 مول اللي بيتحرق. طيب C3H8 يلا وروني انتوا فهمتوا ايه بقى. بلس O2 اكتب كده الاول بيطلع CO2 ومي، وبعد كده اوزن براحتي. اول حاجه ابروز ده، اقربلوش خالص وابدا من عنده. انا عندي سي 3 يبقى احط هنا كام؟ 3. عندي سي 8 يبقى احط هنا كام؟ 4، عشان 2 في 4 ب 8. واظبط الاوكشن 2 في 3 يبقى عندك هنا 6 اوكشن، وعندك هنا كام؟ 4، يبقى تحط هنا كام؟ 5. طب اكزامبل تاني سي 2 اتش 5 او اتش، عايز اعمل له كومباشن. خلاص بلس او 2 بيطلع ايه؟ CO2 ايه؟ ومية. بعد كده اوزن براحتي. عندي كم كربونة؟ 2، يبقى احط هنا 2. عندي كم هيدروجيناية؟ خلي بالك بقى هنا 5 بس في واحد في المركب. ما هو 5 ما هو CH بالظبط لان عندك 5 و1 ما تنساش، يبقى ايه؟ احط 3. ناقص الاكسجين. و3 عندي 4 اوكسجين و3 بقوا 7. ازاي اوضب ده يبقى 7؟ في مركب 3 في الاوتو. اه الله ينور عليك. شفت بقى في قوم مستخبيه في المركب. طب يا دكتور قول لي مستخبيه في المركب دي بتعمل ايه؟ بتساعد في الحرق ما فيهاش حاجه. يعني المركبات اللي اوريدي فيها اوكسجين اوريدي في يعني فيها سيلف كومباشن، يعني لما بيكون في مصدر حرق هي بتساعد في الاحتراق الاوكسجين اللي موجود فيها. خلاص يبقى احط هنا ايه؟ 3، عشان يبقى 2 في 3 ب 6 و1 يبقى 7. يبقى كل دول اسمهم ايه؟ الهيت اوف، يبقى الاستراكشر العام بتاع الكومباشن رياكشن اي مركب فيه كربون وهيدروجين بلس او 2 بيدي سي او 2 ماي. ده الاستراكشر العام بتاع ايه؟ بتاع اي ايه؟ اي كومباشن. طب الاستراكشر العام بتاع الفورميشن اليمنت بلس اليمنت يدي ايه؟ كومباوند. وشرط اساسي لازم الاليمنت دي تبقى فين؟ في الستاندرد سيت. خلاص هنا في الـ في الـ في الكومباشن رياكشن، ثواني بس اقول حاجه. في الكومباشن رياكشن الكومباوند دوت يعني اول كومباوند ده انا يعني لازم اديهولك اقول لك ان ده ستيت بتاعته كذا. خلينا من بعد ده الاكسجين بيبقى ايه؟ السي او 2 بيبقى ايه؟ الاتش او في صوره ايه؟ لا ليكويد. الاتش او هنا في صوره بقول ايه؟ سي او 2 ميه. انت بتقول ميه مش بخار ميه، يبقى ازاي بقى فيبر؟ هنا برضو نفس الكلام، جاز اند سو اون، جاز ليكويد. خلاص وهكذا. المركب الاولاني ده على حسب، ممكن يختلف على حسب الماده فيها ايه. مش كل المواد الاورجانيك اللي فيها كربون هيدروجين بتبقى جاز، لا في منها ليكويد وفي منها بيبقى سوليد وكلهم بيتحرقوا على حسب انا هشغلك على ايه. خلاص هنا ليكويد. طب يبقى لما نيجي نعرف الهيت اوف كومباشن هنعرفها ازاي؟ ايه تعريف الهيت بعد ما فهمنا بقى كل حاجه؟ خلاص الهيت اوف كومباشن هي ايه؟ اماونت اوف ايه؟ اماونت اوف هيت ايفولفد فروم كومباشن
one more. أيوة. برافو عليك. يبقى أنا كده وصلنا لإيه؟ إن كلمة heat off يبقى تبدأ التعريف دايما بأماونت أوف هيت. وتشوف لو كومبشن يبقى ايفولفد وتبتدي تكمل التعريف بالنسبة للون مول. والفورميشن نفس الكلام. بس ايفولفد أو أبزوربد. يبقى هنا لما أجي أشوف يبقى أماونت أوف هيت. amount of heat evolved بس from إيه from combustion of one mole of one mole of compound إني إنك مهمة جدا دي in excess oxygen لازم يكون في موجود فين في وفرة من الأكسجين الأكسجين اللازم لعملية الاحتراق. طيب يبقى معنى كده وصلنا لإيه؟ وصلنا لإيه يا شباب؟ إن دايماً دايماً الـ heat of reaction الدلتا H الدلتا H بيساوي بتاعت أي reaction دلتا اتش فورميشن للبرودكت ماينس دلتا اتش فورميشن للرياكتنت. يعني لو انا عندي رياكتنتس اديتني برودكتس. احنا قلنا في الاول اتش برودكت ناقص اتش رياكتنت. بس بعد ما خدنا الفورميشن رياكشن وعرفنا ان الفورميشن رياكشن هي الاساس اللي بحسب عليه الدلتا اتش بتاعت اي حاجه، لان اكيد اكيد البرودكت دي كومباوند اتكونت من حاجات والرياكتنت دي كومباوند اتكونت من حاجات، صح ولا غلط؟ يبقى لما تيجي تحسب الدلتا اتش بتقول ايه؟ الدلتا اتش فورميشن بتاعه البرودكت حراره تكوين البرودكت ماينس حراره تكوين الرياكتنس يديك التغير في المحتوى الحراري اللي حصل عندك في المعادله. مع مراعاه ان انت لو لقيت اليمنت، ما هو الايكويشن ممكن يكون فيها اليمنت مش لازم يكون كلها كومباوندز، الاليمنت بيبقى ايه؟ بيساوي ايه؟ زيرو، صح ولا غلط؟ يعني اعوض عليه بزيرو لو لقيته. خلاص لقيت element يبقى ده بزيرو. خلاص انما اي compound لازم يكون لي delta H formation، لازم يكون لي delta H formation. مفيش compound ملوش لان compound لازم يكون حاجة متحضرة. يبقى لازم يكون فيها delta H واسمها delta HF. فانا بستغل ان انا عارف كل قيم delta HF ما هي متسجلة في الجداول وعارفها كلها. بستغل ان انا عارفها كلها للproducts وللreactants وبايه بطرحهم من بعض. وبالتحديد البرودكت هو اللي ماينس الرياكتنس. دايما الفاينل ستيت هي اللي ماينس الانيشال ستيت. الفاينل ستيت هنا بمثابه البرودكت والانيشال بمثابه الرياكتنت. لو جبت الماينس ده هقدر اجيب الدلتا اتش بتاعت الرياكشن. خلاص مع مراعاه زي ما قلت لسه اهو بكرر تاني الاليمنتس، عشان في ناس بيقول لك الاليمنت انت مش مدينا الدلتا اتش بتاعته، لا ما هو بزيرو، ما انت بتعوض عليه بزيرو لان دي ضمنيا انت بتبقى عارفها. خلاص دي اليمنت تاني. يبقى دي اسمها ايه؟ الهيت اوف رياكشن. دي اسمها ايه؟ الهيت، عشان احسب الهيت اوف ايه؟ اوف رياكشن. تبقى اسمها هيت اوف كومبشن، هيت اوف اي هيت هي اسمها هيت اوف رياكشن. اي رياكشن دي كلمه عامه. طب الدلتا اتش وحدتها بالايه؟ جول. جول. ايوه جول بالايه؟ كيلو جول على مول. ايوه كيلو جول. ما هي كيلو جول هي يعني خلينا هي مش مشكله. بس كيلو جول ما انا قلت لك هي كميه الايه بير ايه لازم يكون المركب اللي عندك ايه 1 مول. مش احنا قلنا في التعريف؟ ايوه يبقى لازم يكون جول بير ايه بير مول. مهمه جدا دي ان انا اقول ان انا عارف ان الطاقه اللي طالعه دي بير مول. طب انا بقول ليه كده؟ علشان ينفع يا دكتور نحسب الاماونت اوف هيت اللي طالعه من 2 مول، اللي طالعه من نص مول، اللي طالعه من 3 مول. اه طبعا يعني لو عرفت انا ال1 مول الدلتا اتش اعرف اطلع اي كميه. دي اسمها ايه؟ amount of heat. خلاص دي اسمها ايه؟ الاماونت. يبقى تو كالكوليت amount of heat. any amount
ما خلي بالك من حاجه، يعني انا لما اقول لك كالكوليت الاماونت اوف هيت يعني انا مش طالب الدلتا اتش، انا طالب حاجه اسمها ايه كيو، بنقول عليها كيو الاماونت اوف هيت اسمها كيو، اي 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 اماونت، نص مول، 2 مول، 3 مول، 1 ونو... انما لما تكون 1 مول يبقى اسمها دلتا اتش، خلاص ده الستاندرد بتاعي. طب افرض انا طلبت منك 2 مول بقت اسمها ايه؟ اسمها كيو ولا اسمها دلتا اتش؟ كيو، اسمها كيو. طب ازاي اجيب الكيو من الدلتا اتش؟ واحد يقول لي طب ما انا ببدي... بالظبط، ما انا لازم احسب الدلتا اتش الاول عشان اقدر اجيب الكيو، هات لي ال1 مول ومنها اقدر اجيب اي كميه. يعني لو طلبت 2 مول يبقى 2 في الدلتا اتش، لو طلبت 5 مول يبقى 5 في الدلتا اتش، صح ولا غلط؟ اروح اعمل ايه؟ اروح قايل والله الدلتا اتش دي لكل ايه؟ لكل 1 مول، خلاص. طب الكيو دي لاي نمبر اوف مول، اروح اعمل ايه؟ كروس. طب واحد تاني يقول لك طب انا ليه اعمل كده وضيع وقت؟ طب انا عندي القاعده بتقول لي ايه، او من الـ من الـ من الكروس ده ممكن نستنتج ايه؟ ان الكيو بتساوي دايما ان في دلتا اتش، يبقى لازم تحسب الاول الدلتا اتش عشان تقدر تحسب الكيو، خلاص. يبقى اول حاجه دايما عشان احسب الهيت اوف رياكشن لازم، او احسب الاماونت اوف هيت اللي طالعه او اللي داخله للرياكشن، لازم الاول احسب الدلتا اتش ومنها اعمل ايه، احسب اي كميه انا عايزها، خلاص. طيب حسبت الكيو دي اسمها ايه؟ اماونت اوف هيت، وحدتها بالايه؟ بس جول، بس ما هو جول برضه، بس الثانيه كانت جول بير مول، هنا جول بس، ده الفرق اللي عايز اوضحه، هنا جول بس. ليه؟ لانها اي كميه، ممكن تبقى نص مول، ممكن، خلاص. طب واحد بقى ناصح عايز يربط الدنيا ببعضها يروح عامل ايه؟ هنا النمبر اوف مول دي، فاكرين السهمين دول؟ ممكن اقول ماس على مولر ماس، يعني ما انا ممكن ما ادلكش النمبر اوف مول، اقول لك احسب لي الاماونت اوف هيت اللي طالعه من 5 جرام، جبتها لك بالجرام، هتعمل ايه؟ احسب لي الاماونت اوف هيت اللي طالعه من 4 لتر، ممكن ما اكلمكش بالنمبر اوف مول، هتعمل ايه ساعتها؟ مش هتعرف تحل؟ هتيجي تقف لحد الدلتا اتش، هتبقى يا اما ماس على المولر ماس لو كلمتك بلغه الجرامز، لو كلمتك بلغه ايه؟ الجرامز، يعني قلت لك احسب لي الاماونت اوف هيت اللي طالعه من 5 جرام، 50 جرام، 100 جرام، تشتغل بالنمبر بتاعه وهعامل على المولر ماس، تروح جايب الان، خلاص. طيب لو كلمتك بلغه اللتر، ما انا لازم هكلمك بلغه، يعني لو عايزك بي في الفيكول ان ار تي، يبقى هو هكلمك بلغه اللتر، ساعتها هتتصرف ازاي؟ الحجم في التركيز في اوفر ار تي، ايوه بي في الفي على ايه؟ على ار تي، خلاص. يبقى انا هنا بقول ايه؟ بقول ان النمبر اوف مولز ده ليه لغتين، يا اما لغه صريحه، يعني لو ده النمبر اوف مول، مش يعني اقول لك 2 مول 3 مول، يعني ده الاساس. ليه بقى متفرع للغتين؟ لغه الجرامز ماس على المولر ماس، واللغه الثانيه لغه الليترز، لو انا عايزك تطبق بيه في الفيكول ان ار تي وتحسب لي النمبر اوف مول، وبعد كده تضرب في الدلتا اتش تجيب لي كيو. طيب ايه الفرق بين دلتا اتش ودلتا اتش نوت؟ كلمه نوت دي معناها ايه؟ ستاندرد انسالبي. يعني ايه ستاندرد انسالبي؟ او الستاندرد هيتو، خلينا نتكلم بالهيت اوف ريكشن بلاش انسالبي. يعني ايه ستاندرد هيتو في ريكشن؟ يعني التمبريتشر اللي هي بزيرو سليزيوس. لا انا ما قلتش اس تي بي، انا قلت ستاندرد بس. لو قلت ستاندرد اس تي بي يبقى ساعتها اقول ايه؟ انما قلت ستاندرد هيتو في ريكشن، ودي اسمها هيتو في ريكشن. ايه الفرق بين الاثنين؟ ستاندرد دي عند درجه حراره معينه. طيب ايوه برافو عليك. يبقى هنا ايه؟ ما اسالش على ايه التمبريتشر، يبقى دايما هنا ايه 25 سيليزياس وبريشر ايه 1 اي تي ام، خلاص. دي معنى كلمه ستاندرد، يعني حرق الفحم وكما كان بيمشي قطر، دي اسمها ستاندرد. لما احرق خشب كده في صحراء واطلع منه طاقه، دي اسمها ستاندرد، صح ولا غلط؟ لانه بيتم عند ايه؟ عند 25 1 اتموسفير،
انما الرياكشنز الثانيه اي رياكشن ثاني بيتم عند اي كونديشن ثاني بيقول عليه دلتا اتش بس. خلاص هي مش تفرق معنا في الشابتر ده بس هتفرق معنا في شابتر الثيرمودينامكس اللي الستاندرد دي مهمه علشان بتعبر عن درجه الحراره في بعض المسائل يعني. ده بالنسبه لشابتر الثيرموكيمستري هو ده بس. انا ملاحظ ان الناس ما فيش اسئله يعني انا مش عارف الناس مركزه ولا الناس فاتحه وسايبه كده الدنيا شغاله. معلش هو تمام كل حاجه بس يعني جزئيه بس بتاعت المعادله اللي هي معادله يعني ان انا اوزن المعادله بس بس كده الجزء ده بتاع المعادله في ناس شطار كانوا بيجاوبوا غطوا على الناس اللي مش فاهمين. هنا بقى بنقول ايه؟ هنا بنقول ايه ازاي اوزن المعادله؟ اول حاجه تعملها انك تحافظ انت هتحسب المعادلة دي ايه كده كده لازم غصب عنك هتحسب لها ايه حتى لو انا طالب الاماونت اوف هيت لاي كمية كده كده لازم تحسب ايه ها؟ لا لازم تحسب الدلتا اتش صح ولا غلط اهي اي بص ده لازم تحسب الدلتا اتش بغض النظر عن اي حاجة دي اول حاجة لازم تعملها خلاص. طب انا عشان احسب الدلتا اتش لازم ايه لازم احافظ على المركب ده انه يبقى 1 مول خلاص. طيب حافظت عليه 1 مول انت لما تحافظ على ده الباقي بقى هيتغير بالنسبه له هتمشي من الشمال لليمين ستيب باي ستيب. الكربون هنا كام ها قول لي يا باشمهندس 2 يبقى لازم تحط جنب الكربون دي 2 ما فيهاش كلام تمام. خلاص الهيدروجينيه كام 4 يبقى لازم تحط هنا ايه 4 ولا نص ال 4 لا نص ال 4 عشان هو موجود 2 صح مضروبه في 2 الله ينور عليك دي حاجه ثابته. بعد ما عملت كده ده دايما الرقم اللي جنب الكربون هنا جنب الكربون والرقم اللي جنب الهيدروجين نصه بتحطه جنب الهيدروجين. طب لما عملت كده الاكسجين اتغير فبالتالي لازم ايه نكتب النمبر اوف اوكسجين هنا علشان ايه تقدر ان انت توزن المعادله بالنسبه للاوكسجين. هنا عندك كام اوكسجين 2 في 2 يبقى عندك 4 او طب هنا لا مش واحد ما هو لا ما الواحد دي مضروبه في كام 2 ايوه 2 او يبقى 2 و4 كام 6 يبقى لازم تحط هنا كام 3 عشان يضرب في 2 عشان 2 في 3 في 6 فهمت تمام خلاص. عايزه بس تبص لها اكتر من مره خلاص عشان ايه عشان تفهمها تمام شكرا دكتور المعادله اللي تحت كده مش فاهم امتى كنا بنقول ماس على المولر ماس وامتى بنقول بي في على ار تي ازاي انت مش لسه امتحان كويز والمفروض الكلام ده انت مذاكره ازاي الكلام ده يعني لو انا اديتك ليتر لو انا اتكلمت بلغه الليتر قلت لك احسب لي الاماونت اوف هيت اللي طالعه من 1 ليتر او 2 ليتر يبقى هديك فوليوم وهديك تمبريتشر وهديك بريشر والار كده كده هتستنتجها من اليونتس بتاعت البي والفي يبقى هتستخدم قانون البي في الفي ايكوال ان ار تي اللي هو القانون ده ما هو هو ده البي في الفي ايكوال ان ار تي. طب لو انا اتكلمت لك بلغه الجرامز قلت لك 5 جرام احسب لي الاماونت اوف هيت اللي طالعه منهم هتعمل ايه هتحط الخمسه فوق. طب ايه المولر ماس دي ده المولر ماس بتاع الغاز اللي انا بتكلم عليه او بتاع الماده اللي انا بتكلم عليه تمام انا فاهم الكلام ده انا كنت فاكر ان هيبقى في فرق في اليونتس او ما اعرفش لا خالص ده نمبر اوف مول كده كده هيطلع اليونت بالمول فش تمام مش حاجه يعني دي كميه حضرتك ممكن تعيد الجزء بتاع الستاندرد هيت وفراكشن ده بقول الفرق بين الدلتا اتش والدلتا اتش نوت. الدلتا اتش دي هيت اوف ريأكشن اللي احنا متعودين عليه الدلتا اتش نوت ميت اسا او الستاندر هيت اوف ريأكشن ميت اسا عند 25 1 اتموسفير تمام اوكي مش فارق دي انا قلت برضو كمان مش هتفرق معنا في الشابتر ده جامد بس في الثيرموداينامكس هتفرق جامد جدا. انا مجرد الشابتر ده هدفه ايه يا دكتور ان انا اعرف التفاعلات دلتا اتش بتطلع هيت ولا بتابزورب هيت اشارتها بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف احسب الدلتا اتش لاي تفاعل بس اكتبه صح الاول عشان اقدر احسب الدلتا اتش صح واقدر احسب الكيو من الدلتا اتش ان انا اضرب الان في الدلتا اتش بس. تمام
او اعملها كروس لو ده يعني بيريح بعض الناس انه يعمل كروس، يقول لك الدلتا اتش بتاعت 1 مول يبقى الكيو دي بتاعت الام ان اني اماونت بقى ربع نص 2 3 واعمل كروس واطلع على طول الكيو. في ناس ثانيه تقول لك طب ما هو خلاص ما كده كده ال1 مول دي ثابته والدلتا اتش والكيو ثابتين معايا في الكروس، طب انا اعمل قانون اقول الكيو ايكوال ان في دلتا اتش وراح دماغي. هي خلاص. بعدين يا دكتور هو ليه هنا في قانون الان ينفع استخدم بي في على ار تي اللي هو قانون الايديال جاز؟ لان احنا قلنا الماده، انا قلت لك ايه، انت عارف ان الكربون والهيدروجين مثلا دول مواد اورجانيك، المواد الاورجانيك دي في منها من الغاز، يعني الغاز الطبيعي مثلا ده ايه، الغاز الطبيعي ده ايه، ما هو ده غاز طبيعي سي اتش 4 صح ولا غلط؟ تمام. C2H4 ده غاز سليم جاز. طب الـ يعني عندك الأورجانيك كومبوندز فيها من الجاز للسوليد، فلو هو غاز أكيد هسألك بلغة الفوليوم الحاجة، فاهم الفكرة مش ازاي؟ بس ده لو غاز، يعني لو المادة اللي أنا هحرقها جاز. تمام. إنما لو المادة اللي أنا في قانون الماس بينفع لأي حاجة بقى، جاز ليكويد سوليد، يعني بتقدر تجيب الماس على المولر ماس، تقدر تجيب النمبر اوف مول بتاعه الكميه اللي عندك دي، فاهم؟ شكرا. انتوا عرفتوا درجاتكم في الكويز صح؟ انتوا بتمتحنوا الكوريكت انسر ما طلعتش صح ولا طلعت؟ يعني الناس عرفت اخطائها؟ لا ما عرفتش اخطائي. لا. طيب هننزل ان شاء الله المودل انسر، لان انا يعني انا اعتقد ان انا لو كان في اوبشن ان انا اعمل انك تعرف غلطك كان هيبقى عارفين اللي هيبقى شكل الامتحان ازاي، هتبقى ليك فرصه انك تختار مره واحده، بحيث مثلا لو انت اخترت ايه يقول لك غلط يروح يظهر لك الصح. انتوا فاهمين الفكره ماشيه ازاي؟ فده انا ما كنتش محبذ اعمل الاختيار ده، عشان كده انا قلت ايه، يعني ان احنا نعمل ننزل الكويز بالموديل انسر والناس تعرف غلطاتها ايه بالظبط. هي كده احسن، انا ساعات بختار الاجابه غلط وبرجع اصححها. يعني بالظبط الفرص الاختيار بختار الاجابه بالغلط اصلا. لا ما هو لو في الحاله دي اخترتي غلط هتبقى يعمل لك اكس ويظهر لك الصح، فده طبعا يعني ريستريكتد قوي ويعني مش بسهله العمليه، يعني ده بينفع اكتر في المواد النظريه، بس المواد بتاعتنا مسائل وبتاع فيها يعني توتر، فما ينفعش اعمل الاوبشن ده. الوقت كان في ناس مش عارف ال ام اس يعني، وانا تقريبا دخلت متاخر بتاع 6 دقايق عشان يرضى يفتح معايا وخد مني وقت كبير قوي، وعشان ان المسائل الثانيه كان بس المسائل والله الامتحان وقته على فكره 25 دقيقه بامانه، والناس يعني موجوده اهي، والناس اللي حلت وناس كتير جابت 10 على فكره. انا شفت الدرجات الامتحان وقته ما يتعداش، يعني انت ممكن تحله مستريح قوي في 10 دقايق بس. برضه كان في مشكله انه كان بياخد وقت تقيل قوي قبل ما يحمل من حاجه لحاجه. خلي بالك ان في خمس درجات، دي مشكله النت بقى عندك. اصل خلي بالك من حاجه، مشكله التحميل دي مشكله تانية. انت لو حاجه في السيرفر او حاجه في بص هو القصه في ايه، هو يحمل من صفحه لصفحه كان بياخد وقت معايا، يعني انا الامتحان كله وصل لغايه السؤال الثاني برضه. لا كان عندي برضه كان بيتنقل ببطء جدا.